طيب نبدا حلقتنا اليوم بجرعه فنيه في فقره اللوحه الفنيه، ومعنا اليوم فنان تشكيلي صراحه رهيب. اكيد نوجه تحيه للفنان التشكيلي محمد بابكر اللي شاركنا اليوم بلوحته واللي اسماها باسم غريب جدا، هو اسم الواحد المتعدد. تفاصيل اللوحه هي عباره عن لوحه كانفاس اكريليك على كانفاس ومقاسها 1 في 70. مفهوم العمل على حسب ما ذكر الفنان وقالنا ان الحياه تكون مكونه من افراح، اشخاص سعيدين، واشياء ايضا ممكن تسعدك في حياتك، وعاده تكون في جزيئات صغيره، جزيئات ممكن انها تكسر هذه التفاصيل مثل الحزن او السلبيات اللي بنشوفها في حياتنا، وايضا المشاكل اللي بتكون في حياتنا. فعلا هذا الشيء واضح وبشوفه في هذا العمل الموجود معانا اليوم، والعمل اتوقع انه يصور لنا الحفاظ على حياتنا السعيده رغم التعب والمشاكل اللي ممكن يواجهونا في حياتنا. نحن حابين نقول شكرا للفنان محمد بابكر، ونذكر اكيد الفرصه، نذكر بان الفرصه متاحه للجميع، جميع الفنانين الشباب والبنات اللي حابين يشاركونا في فقره اللوحه الفنيه. واما الان